النهارده في 225. ايه يا باشا؟ نعم. طيب حاضر. ب 225 جنيه. قفلها قفلها، تتقفل تاني. هات واحدة معاك. 225 جنيه. أنا عايز أديها لك، عايز أديها لك ب 50 جنيه، مش عارف. ولا بينفع ب 100. فهي اخرها من الاخر اللي هيطلع 110 هديله واحده اخرها معايا. حد عايز واحده ب 110؟ انا تحت امرك ب 110. ماشي يا استاذ. شحن ولا شحن؟ تتشحن اخرها. بقول لك والله ب 110 جمله. بقول لك عايز ثلاثه. فين يا باشا؟ دي ب 300 كيلو. متابعينا الكرام، متابعينا كبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد. معكم اسماء اسماعيل من الاسكندريه. احنا سوق جمعه في مزايد المعلم مني. اللي عايز واحده ب 110 هم 12 حته عامله ازاي؟ ب 110 جنيه يعني واحده. ايه عشان ما تفكرش ايه دي بتتشحن. خلي بالك لما بتبقى ضعيفه بتتشحن. ايه اوعى تطيرها من غير ريموت، عشان لو طيرتها من غير ريموت اهي طيارة بره كده من غير ريموت هتطلع مش هتنزل. لازم الريموت، الريموت بينزلها. هاتها هاتها بقى خلاص. لا واقفه خليها شغاله. يا عم هاتها علي يلا. شيلها. لا لا. حد عايز واحدة؟ حد عايز واحدة؟ شيلها يا ابني. علي مين العروسة دي؟ ب 175. أنا مش عايز أصلحها ليه ولا عايز أكتر. بقول لك إيه، حد عايز دي حرارية، خلي بالك تخش الميكروويف. واحدة ب 15 جنيه. بس دول متباعين. حتى عايزها ب 10 جنيه. بقول لك دي ميكروويف، ميكروويف في ناس بتخش التوست اسمها ايه؟ بتخش ايه؟ ميكروويف ده. بقول لك ايه، صلي على النبي، اللي هيطلع 10 جنيه هديله اثنين وعليهم كمان واحده، ثلاثة ب 10 جنيه. يلا معلمين اديهم ثلاثة. يا عم حط فيها جبنة. ايوه والله عندي ثلاثة. الله، عرفت ان هي بتخش الحرارية. عندي لعبة هنا اهو. معرفش ايه هتلاقي. خلاص يبقى بتخش الهناية. هات امشي لك روم. اللوتر ده الكبير بتاع العربية دي، ده 70 النهاردة و 70 140 جنيه. حد عايزهم ب 100 جنيه؟ 80 جنيه حد عايزهم؟ طب هعمل ايه؟ والله العظيم ثلاثة جمال ما بيكسروش ولا يزهق منهم. 80 جنيه يا راجل هتكسرهم. والله اللي هيطلع 50 جنيه هديله. تعالى اهو تعالى اهو. يشيل 50 جنيه. يلا تعالى يا باشا. ودي كمان يا راجل. انت ما بتتحركش وانت مش عارف ايه. بس واحدة بقول لك ايه؟ هات لودر اهو. لودر اهو. بقول لك ايه، واحدة اهو لودر اهو وتعالى. لا لا يا ابني اللودر الثاني. اه معلم لودر اهو. واحدة من دي وواحدة من دي. هو ده بقى اهو. اهو اثنين. اثنين.
هات راس واحدة طيارة ب 110 السشوار ده بقى يعني مش عايز اقول لك بيتباع ب 500 جنيه و400 جنيه، بس السشوار ده بقى ممكن يشتغل ايه؟ سخن ما يشتغلش بارد، يشتغل بارد ما يشتغلش سخن. نفترض ان هو مش شغال، معاك مكنه بيبليس شغاله مش شغاله، طب انا هعمل لك ايه؟ قول لي انا اعمل ايه؟ انا هعمل لك ايه طيب؟ ده ب 500 جنيه و400 جنيه، انا هديك واحد وعليه كمان واحد، نفترض ده ما اشتغلش، ده يشتغل، طب ده ما اشتغلش، ده يشتغل، الاثنين ما اشتغلوش، يبقى العيب فيك انت بقى. انا ماليش فيه، بس خلي بالك والله انا ما بجرب، ما جربتهم. انت ورزقك الاثنين دول عاملين شلني بقى منه ده 500 جنيه الاثنين بقى 1000 جنيه صد اثنين انا هحرق لك سعرهم وكل واحد ياخد اثنين وده في ده في حاس يعني هقول لك بكام بقول لك ايه ولا كام ولا 500 ولا 400 بقول لك ايه اللي هيطلع 50 جنيه هديله الاثنين اوعى رجلك اوعى رجلك في واحده عايزه ترجع تقريبا شوف في حد مرجع اخر اثنين اهو اثنين افتح شريف هاتهم هاتهم اهو يا ابني اهو لا اهو ده عايز اثنين ايوه هو هو رئيس اهو ايوه ده صح كده ايوه ده خدهم وراك اهو ابن 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 صلى على النبي اللي يحب النبي يصلي عليه النهارده كرومبو اي حاجه بقى تفيك بالصلاه على النبي انا عندي شبشب الشبشب ده مطاطي خلي بالك طبي هندي خلي بالك ده هندي الشبشب ده اسمه اقل شبشب النهارده ب 70 جنيه و 50 جنيه خلي بالك انا هقولك بكام الشبشب ده مسته حاجه بقى لما تخش بيه الحمام ما يزحلقش عشان في حاجه هنا مطاطي بس بيخش اي مقاس اي مقاس هو انت في حد هيشوفك في البيت البس واجري تحت البطانيه يا غدا اسكت بس اوعى تستعملوا حاجه تانية بقى الشبشب ده بقى بخد يعني بقى. عايز اقول لك حاجه جامده قوي جميل اوعى تخلي ترقع بكام ب 50 جنيه خلي بالك ب 50 جنيه بيدفيوا حاجه جامده هو حتى هيجي يكشف على رجلك في البيت البس اي حد يخبط ومطلع رجله خلاص بكام انا هديهولك حد عايزه ب 50 جنيه 40 جنيه حد عايزه طب انا هديك واحد وعليه كمان واحد وعليه كمان واحد الثلاثه دول في 40 ب 120 جنيه صلي على النبي اللي يحب النبي يصلي عليه ولا 120 ولا 40 ولا 60 وحياه النبي اللي هيطلع 20 جنيه هديله الثلاثه ثلاثه ب 20 جنيه يلا يا معلم
التلاتة يا معلم، التلاتة يا تلاتة اهو. وانت مبينش حاجة. علي دي علي خد كرومبو، يلا كرومبو، خد امنية يا حد جاي. 80 كيلو احنا خد سمالة، خد سمالة. مين اللي عايز استشوار؟ عايز استشوار وعليه كمان استشوار 50 جنيه الاثنين. مين عايز اثنين ماشي يا معلم. وادي كمان اتنين بخمسين جنيه ماشي يا معلم. وادي كمان اتنين بخمسين جنيه ماشي يا معلم. وادي كمان اتنين بخمسين جنيه ماشي يا معلم. وادي اتنين كمان بخمسين جنيه. هات خمسينتين اكرومبو، اكرومبو خمسينتين اكرومبو. ميمي هات اتنين. خدها سمالة.